تغير وجه العاصمة نواكشوط التي باتت على بعد أيام من احتضان القمة العربية الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية، وهي أول قمة عربية تقام فوق الأراضي الموريتانية. الاستعدادات باتت على أتمها، الشوارع، الفنادق، مرافق الاستقبال، مع استعداد وترحيب من المواطنين بعملهم على خلق مناخ لإنجاح هذه القمة. الليلة في هذه الفقرة اخترنا لكم مشاهد أو لقطات من مختلف جوانب العاصمة نواكشوط لنتابع هذه اللقطات. طبعا بهذه الصور مشاهدينا الكرام تبدو العاصمة جاهزة للعب دورها كبلد عربي يستحق بجدارة استضافة القمة العربية، بل ولقب عاصمة العرب. الليلة سنكتفي بهذه الجولة في العاصمة، نعود إلى الزميل مختار وعلى أمل أن نلتقي في فقرة نواكشوط تستعد مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلتي الطيبة على هذه الصور. وكانت كاميرا أي زملاء؟ إذن كانت هذه كاميرا الزميل الحسن المسؤول الذي تجول رفقة